شو أعمل إذا بدي أشكر الله؟ يعني أقعد بالجامع هون وضلي عم بقول يا رب لك الحمد لك الحمد لك الحمد؟ لا، هو علمنا كيف نشكره. شكر الله عز وجل أن تجعل قلبك بداية معترفا له بالفضل، منكسرا بين يديه بالدعاء والالتجاء، مفتقرا إلى جنابه. أن تجعل قلبك لله، لأنه مرات الحياة الدنيا، عفوا، لما أنت يصير معك شهادة جامعية، لما بصير بين إيديك مصاري، لما بصير من حولك بيقلك يا بيك ويا باشا، لما بتشوف حالك عم تعمل دورة كمال أجسام وما شاء الله المدرب قلك والله أنت سبقت الآخرين، فالنفس صار معك مال وجمال وقوة وجاه ورفقات، فالنفس هيك تكبر. لذلك مطلوب إليك أن تتذكر أن الله هو صاحب الفضل، فيبقى قلبك منكسرا بين يديه. لو كان جسمك ضخم بس قلبك منكسر بين يدي الله، لو كان مالك كثير لكن قلبك منكسر بين يديه، لو كان جاهك عريض لكن قلبك منكسر بين يديه. في جاه أكبر من جاه سيدنا عمر بن الخطاب بين الناس بعد الأنبياء والصديق؟ ما في. سيدنا عمر بلغ من الجاه والرفعة والمكانة الشيء العالي. لما جاءت سكرات الموت لعمر، عمر بن الخطاب في حياته قال كان يدخل حيطانا من حيطان المدينة، من بساتين المدينة، يقبض على لحيته يخاطب نفسه، يقول عمر بن الخطاب: بخن بخن، لتتقين الله أو ليعذبنك. وعك تفكر حالك صرت أمير المؤمنين، يعني شغلة كبيرة. وعك تفكر بأن الناس يهابونك، صرت شغلة كبيرة. وعك تفكر بأنك ملكت مشرقا ومغربا، أنت بالأخير مظهر من مظاهر فضل الله ولطف الله. مطلوب إليك أن تقضي عمرك في شكره. كيف أشكره؟ مطلوب أن يكون قلبك منكسرا بين يديه في كل أحواله، حتى لو أنك أكثرت من العبادة. مرات واحدنا يا أخوان، وهذا أمر دقيق، يفتح الله تعالى عليه في صلاة قيام الليل، ويفتح الله تعالى عليه في إتقان الفرائض، ويفتح الله تعالى عليه في الصدقات، ويفتح الله تعالى عليه في القرآن، ويفتح الله تعالى عليه بالعلم. بقى هلأ إذا هو ظن بأنه هو سقط من عين الله. والصالحون قالوا أن هؤلاء العباد أحيانا يبتليهم الله تعالى بمعصية توجعه إيجاعا كبيرا. يعني هو من أهل القيام ومن أهل الفرائض ومن أهل القرآن ومن أهل العلم، ما بتلاقيه غير عمل معصية يا لطيف يندى لها الجبين، يعني بده يحط إيش؟ بده يحط رأسه عند الأحذية وما يرفعه. بس هو يتألم ألما شديدا، يا رب ليش أنا هيك فعلت؟ فالرجل هكذا من الصالحين وهذا حاله، ووقع في مثل هذا، فذهب إلى شيخه ليسأله ليش أنا هذا يحدث معي؟ فقال له: أراد أن يذيقك ذل العبودية. لأنه أنت كثير انتفخت، مرات أنت بتشوف أنا عم صلي، أنا عم بحضر دروس، أنا عم بتصدق، أنا عم بعطي، بيقوم بهو بشوف حاله أنه هو صار شغل كبير، بيقوم الله عز وجل بيرجع إلى مكانه الصحيح، فيذيقه ذل العبودية، بصير بيبكي بين يدي الله عز وجل. يا أخوان، والله نحن لا في علم ولا في صلاح ولا في غنى ولا في جاه ولا في معرفة إلا بفضل من الله وبلطف من الله، مظهر مظاهر فضلي ولطفي. شو بدي أعمل؟ مطلوب إليك أن تشكره. يعني أشكره شو أعمل؟ ضل قاعد بالجامع أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله؟ لا، مطلوب أولا أن تجعل قلبك معتقدا على كل أحوالك أنك منكسر بين يديه، وأنك محتاج إليه، وأنك شاكر لنعمائه. هذا واحد. ومطلوب بلسانك أن تعترف له أمام الناس وفي غيبتهم أنك عبد من عبيده وشاكر لأفضاله. والله يا أخوان، أنا أعرف رجلا آتاه الله بسطة في المال، والحق بأنه سبحان الله، يعني الله عز وجل إذا أعطى أدهش، يعني الرجل مليء ملاءة عجيبة. بس أنا بستغرب أنه في كل يعني فترة، أنا ألقاه في كل فترة هيك بعيدة من سنوات طويلات، بس في كل فترة، يعني كلما مر مثلا خلال سنة إلا ما يعد لي قصة
يعيدها على مسامعي. فأنا كنت أقول ليش هذا بعيد على مسامعي؟ بعدين فهمت والرجل صالح. قال لي، يقول لي: يا أستاذ محمد خير، أنا هو الآن ثري جدا. قال لي: يا أستاذ محمد خير، أنا في الثمانينيات كنت مستحقا أن آخذ الزكاة. إذا أنت بدك تدفع زكاة مالك 100 ليرة، كنت أنا مستحق آخذ 100 ليرة، أنا ومرتي أولادي، لأنه أنا فقير جدا. ثم إن الله عز وجل تفضل علي ورفعني وأعطاني. فأنا كنت استغرب ليش بيعد لي هالقصة هذا الرجل. خلاص يعني واحد، يا أخي أنت الله أنعم عليك وأكرمك خلاص. بس لا لا، هو الرجل الحقيقة ذكي، هو يريد أن يؤدب نفسه، لأنه يا أخوان المال، مرات كثرة المال فعلا تطغي. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كثير ممن معه مال يطغى، والقليل ممن يسلم. كثير ممن معه جاه يطغى، والقليل ممن يسلم. كثير ممن عنده علم يطغى، والقليل ممن يسلم.